أهلا بكم. انخفضت أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي الأربعاء في أسواق بغداد وأربيل كذلك، حيث إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,850 دينارا عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. كما ارتفعت أسعار البيع في محل الصرافة بالأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينارا عراقي، بينما بلغ الشراء 151,750 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن التوترات الأمنية تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للعراق، وقال الخبراء في تصريح من الواضح أن التوترات الأمنية تلقي بظلالها على الوضع العام الاقتصادي وتأخير وصول الاستثمارات الدولية للبيئة العراقية، كما تؤدي إلى تحفظ العراقيين بشأن الإنفاق وبالتالي ركود الأسواق. وأضافوا أن على الحكومة سحب الأسلحة الخارجية عن نطاق السيطرة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تمول التجارة والتجارة الخارجية العراقية شريطة أن لا يكون هناك استهداف وعرقلة ووصول العملات الأجنبية إلى العراق. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط الأربعاء مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 97 سنت ليصل إلى 77.96 دولار، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.20 دولار ليصل إلى 80.96 دولار. وانخفضت أسعار النفط العالمية هي الأخرى وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط. أعلنت الحكومة الصينية حظر استيراد المواشي والأبقار ومنتجاتها من العراق بسبب مرض اللسان الأزرق المنتشر مؤخرا. وبحسب وكالة رويترز، أكدت إدارة الجمارك الصينية حظر استيراد الحيوانات المجترة من العراق منذ 26 من الشهر الحالي، على خلفية تقرير قدمته بغداد إلى منظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام بالعراق. ومرض اللسان الأزرق هو مرض وبائي يصيب الأغنام والأبقار، ويسببه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، وتكون نسبة إصابة الأبقار فيه قليلة جدا مقارنة بالأغنام، وتكون نسبة النفوق قليلة هي الأخرى عند تقديم العلاج والعناية المناسبة، وذلك لأن أكثر حالات النفوق تحدث نتيجة العدوى الثانوية. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال العام الحالي، ويعيد تقييم ملاحظات عدة دول بهذا الشأن. وأشار الصندوق في بياناته المحدثة من تقرير سنوي حول الاقتصاد العالمي إلى صمود الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة منها حول العالم. وأكد الصندوق أنه يتوقع نمواً بنسبة 3.1% هذا العام، مقارنة بزيادة قدرها 2.9% كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في تشرين الأول أكتوبر 2023، مع إعادة تقييم ملحوظ للولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وكذلك المكسيك. نتابع وإياكم أسعار العملات.
إلى اللقاء.